يوضح لنا الكتاب معظم ما يكمن في العمارة الكلاسيكية من رمزية، فالمعمار الحق ليس مجرد هندسة الفراغ، بل يعبر بشكل ملموس عن المعتقدات والأساطير في اللاوعي الإنساني. يبدأ الكتاب حديثه عن تلك العلاقة الجدلية بين الفلسفة والعمارة، فالأخيرة فن وحرفة تتيح للناس الحياة بسكينة ما أن اكتمل حيز لها، وتختلط مذاهب الفكر المعماري من مبدأ الكوخ الخشبي وصولاً إلى نسيج المدينة الذي اتخذ صورة عقل الإنسان وإدراكه للوجود.